وش من هذا؟ وش من هذا؟ نوري نوري، من غير ما كلها دير سمير العمرك انا ما يقدر يشوفني غير انت. وش هو البوبوار هذا اللي عندك؟ دير البخور في قاع القصر، وغدوه راح يولوا يهدروا لافيريتي الحقيقه. يعطيك الصحه جويجن. ما اسميش جويجن. واسمك؟ عيطولي سيد لافيريتي. وانا واش ندير لك يا مولاي؟ ولا ولدك ما شبعش؟ وما يخفاكش بلي الحليب راني نعاود له البيع في المارشي مولاي. الحليب تعاود له البيع في المارشي؟ كيفاش؟ استرجل معايا، مرتك تخافها. مالك؟ لو كان نديرو كاش تاكتيك جديدة، ندوبليو له لا دوز تاع ليكور، هكذا يولي يفهم بالسيف عليه. واش قلت؟ أنا نقول لك يا مولاي على بالك باللي البهامة اللي عنده راهي حاجة وراثية، ما تقدرش تروح له. تسمى راكي معايا على جال البوست تاعي تاع صلاة. عاشو راني معاك على جال زينك في بالك، هادي حاجة باينة. هاي الهضرة اللي تحبط المورال. يا أخي كان يدي في الزيت لاباس عليه، علاه بدل رايو على الزيت؟ على خاطر الزيت تاعنا مدغولة، كيفاش تحب نسدو الدين؟ الزيت مدغولة. اسمع ما نقولوا له والو، باسكو على بالك لو كان يسمع بها باللي الزيت مدغولة راهو يجي يعطينا بالجيش تاعو بالسيوف يطيرنا كم رسمة. لا لا راه يجينا بالزرنة. هذه هي الحقيقة يا مولاي. على بالك راك بسيطني بهاد لافيريتي وتزيد تهضر. انت اللي حبيت تردهم يقولوا الصح وانا طبقت برك. سي فري، انا اللي دومونديت. باش نقول لك الصح، ما كنتش عارف باللي لافيريتي واعره لهذ الدرجه. يا صاحبي راه انا ما قدرتلهاش نقول لك الصح. والمصيبه الكبيره دحمانوس الى جا صدم علينا وقالوا له الحقيقه راح تتزق عليا تفوتها. دوكا البروبليم ذا براسك. شوف كيف تعاود ديزاكتيفيهم، ردهم يكذبوا كيما كانوا. ديزاكتيفيهم يرحم ولدي. ما فيهاش سيد، سيد ما تخلينيش يا الكذباوي. انا على هذيك اللي جبتك، سمعت عليك الهضره مع ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق. قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه، وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك تجيني. مولاي هذا شرف كبير ليا، ما يسمونيش الصادق الكذباوي لو كان ما نرجعلكش القصر يعم بالبهجه الكذب والفستي. جماعة أو جاء عشر اسمح لي مولاي، اللي عندك كاش حاجة تقولها قولها لنا بالخيف، خاطرش ما عنديش الوقت. ماشي حشتكم بزاف في الحقيقة. جمعتكم اليوم باش نفهمكم باللي دحمانوس راهو معول علينا، ولو كان ما خ... على بالنا بها هذه، على بالنا بها، خلعتنا مولاي. احنا كنا حاسبين كاش ما غادي تزيدنا ولا ما تقلقش يا نوري وما تقاطعنيش، خليني نكمل يا نوري. تحمانيش راه معاول يدير لنا حرب، الحالة راهي خطيرة. لو كان ما نعرفوش واش نقولوا له رانا رايحين ندخلوا في حرب خاسرين فيها. في رأي مولاي نديروا له الحرب ويصرى واش يصرى. واش من حرب واش من حرب؟ حنا في الطلعة خاسرين، في الهودة خاسرين، مع الواد خاسرين، أنا مانيش عارف كيف على راني عايش. يا فارس، والوقتاش نقعدوا هكذا؟ لازم علينا نصيبوا حل. وانا فكرت باللي لازم تعودوا تولوا كما كنتوا بكري، تعلموا تكذبوا. انا الفعل هذا عمري سمعت به. ما تقلقش برهان، دوك بالعقل كي تبدا تذوق هذا العلم هذا
على بالي تولي ما تطلقوش، وعلى هذا راني فكرت باش جبت الأستاذ هذا راهو خبير في علم الكذب، قاري في مدارس كبرى، هذا راهو قاري الكذب من جميع الأنواع تاعو، وراهو يحضر حتى في الدكتوراه في علم الميتومانيا، نطلبوا له المزيد. هذه علم الميتومانيا علم شويه راقي يعني مستوى عالي فيه تخصص، ماهوش يعني ماشي كاع تاع الناس كامل. واليوم ان شاء الله راهو راح يعطيكم الدرس الاول، قدم لكم الاستاذ صادق الكذباوي. يا جماعه الكذب هو مصطلح لغوي كبير، بالدرجه نقولوا له الفستي، بالفرنسيه نقولوا له لو مونسونج، بالانجليزيه نقولوا له دلاي. هذا الكذب خلى الناس توصل للقمر، خلى الناس تبحث في علوم كبيره، تبني دول، تكون عندها سلع بلا ما يكون عندها الصح. الكذب فن راقي جدا، تبعوا معايا مليح. تقدروا انتم ترجعوا كذابين بكل سهوله، بكل سهوله، تبعوا ان الكذب حاجه في راسكم ديروها تقولوها للناس والناس يمنوكم. انسان ما يقدرش يقول حاجه عمرها ما صارت، العقل ما يتقبلهاش. لا لا يا برهان، هذا العلم لما الانسان يولي يعرفه تولي هذه الامور يقبلها العقل. الكذب صار له كشغل عنقود عنب، معناتها يبدا يدخل الراس بالحبه. لما الانسان يستبن وتلحقوا الفيتامينات الداخليه تاع الكاذب هذه يولي يعني يكذب بكل سهوله. ركز يا برهان ركز. صحيح مولاي. شكون فيكم كان صغير ما قاش الصح ما دارش زباين؟ شكون فيكم كبرتوا؟ عيب عيب يا جماعه، عيب كبار وتقولوا الصح عيب. نعطيكم مثال بسيط جدا، امامكم مولاكم راك تشوفوا فيه حقيقه مره. الكذب في فن الراقي والكذبة الحقيقية أن مولاكم راهو في المرشي. مولاي اش راك دير في المرشي؟ ما رانيش في المرشي يا نوري، ركز يا نوري ركز، افهم الدروس افهم الدروس. شفت الحالة اللي راني فيها مولاي؟ على بالي راه هنايا معاهم، بصح نضمن لك نرجعهم يكذبوا خير من اللي كان. الكذباوي نتكلى عليك مولاي، من مرش المرشي يا هل ترى وين راك؟ وزير قنديل، انت سبيسر مو وصلني على جالك، حسب واش قالوا لي باللي انت دائما تلقاو شي خمم الملك. مولاي عاشور عمرو ما خمم مخو حبس، انا اللي نخمم في مكانه ونظهر له باللي هو اللي كان يخمم. وكي على بالك باللي الملك جامي يخمم؟ ولا تقول له تعجبني كي تخمم يا مولاي؟ على خاطر حبيبي، على خاطر انت تكذب ومن بكري صار لك شوق برك. ما تخافش لا باز عندك، خصتك شويه فينيسيون. على هذا انا خممت باش نبعتك ستاج للخارج. مولاتي حبت نسقسيك. نعم. راكي شافني انا مولاي تاع الحرب كونتر دحمانوس على جال حبتينا سرق على القمان. حمبك ما تفكرنيش، ما دارني حربني والو، غير بغى يخبي عليا. ما خباش عليك، كذب عليك، على خطر كان حاب يفرحك وانت اللي فسدتي له نيتو. انا نعم مولاتي، لو كان ما دخلتيش لازك ورحتي كل حاجه كلوف وبعتي البريال دحمانوس، لو كان دوكا راكي فرحانه وتشوفي كي السبح. برهان، الناس قاعده تهضر عليك بالخير، لو كان زدت تعلم تكذب شويه تولي طب. بصح انا على الابحاث اللي درتها اكتشفت بلي الكذب ماشي مليح. لا لا يا برهان راك غلط، الكذب مليح ومفيد. نعطيك مثال، دحمانوس هو جاي، لو كان تقولوا له بلي زيت مدغوله واش راح يصرى؟ يعلن علينا الحرب، تخسروا ويموتوا بزاف الناس كما كاع الحروب. وهذه حاجة مليحة؟ لا ماشي مليحة، ولكن ولكن
لو كان تقولوا له باللي الزيت مليحه هو يروح فرحان وانتم تيفيتيو الحرب. هذه انا ما رديتش بالي ليها. وهذه هي الحكمه تاع الكذب. تعجبني كي تخمم يا سي صادق. صادق الكتباوي فارس، انت هو جنرال الشجاع كامل في الجيش. يا ودي واش من شجاعة، انا كي نسمع كلمة حرب الكابية يفشلوا. انا كوم شختي بلاصتني في الجيش، جندي ما يقبلونيش. بصح كي تكتب تولي شجاع وتربح كاع الحروب. هذه كلمة ما تعاودش تقولها برحمة الوالدين، فيها الخلعة الخلعة. ايه عندك الحق، واش داني. هذه هي حكمة الكذب، البنة تاع الكذب. وعلاش جابوها هنا؟ شكون هذه؟ هي انت. هي شكون هي انت يا مرجانة؟ إمات السلطانة هذيك المغبونة. المغبونة؟ واش نقول لك، لو كان ما تعمدش في صورها ما تتزوج مع هذاك الطقلول تاع راجلها. راكي على مولانا؟ ايوا مال على مراني. نوري حياتك كاع وانت تخدم استوار عند مولاك، ضلت سربيلو، ماكش حاب تطلع شويه في القراد؟ واه راني باغي، بصح مولاي ما بغاش يفهم روحه. نقول لك حاجه، راني نخمم باش ندي ميسوني ونروح نفوت اونتروتي عند حمانوس. سي نورمال ما يفهمش روحه. انت تضل راح جوب الفلون تاع الشيكولا، نوعلو شويه، دير له فلون فاني ميلك تشيك بالحليب سخون، ومن داك خدعو بوحده محلبي. هادي خمم فيها انا. رجلاوي من اليوم وروح تولي تغسل يدين السلطان. انا راني نقول لك. يعطيك الصحه يا سي صادق، هذا خبر يفرح. هذا الكتب اللي فرح، شفت شحال كذب يشرح القلب ويمد ليسبوار. بهذه المناسبه انا وجدت لك هذا المجلد من تاليفي اللي هو عظماء الكذب في التاريخ. الحرب الحرب انت جنرال واعر تموت هالحروب، واحد ما يقدر لك. وافن يا من تاع حبس توالو. انا والو تا زيرو زوج كاع. دوك انا واش ندير؟ كيما زمان شكلو في رجله، ما مينا ما كانش يروحو كي الياسمين. قولو يروحو كي الحبق، كي الورد، كي المسك، نوالو في لي بارفا. يتسمى ديما نبقى لتحت انايا. وهادي كدبة بينا وهاي هاي هاي، وهادي كدبة بينا وهاي هاي هاي. وش راك دير هنا؟ راني هنا. وش راك؟ راني شكي حاب أكثر. كنت حابتها تزوج معاك يا سلطان الله الله كيما عاشور العاشر. مولاي راك تحوس عليا؟ ايه مصباح وانا نحوس عليك. مصباح وراني هنا يا مولاي. ايه داكور داكور. قول لي يا الكذباوي كيفاش وشك داير فيها؟ اسكو لاباس ماشي لاباس؟ جاتك سهله واعره؟ شوف 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 كيف راه. ما تقلقش يا مولاي، الحله صعيبه شويه بصح راهي تافونسي 100%. مولاي جنرال فارس يقول لك نصيبي 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 ربي يكون معك. واش؟ وشنو واش مولاي؟ ما تخدموش؟ مخبي احنا رايحين جايين، فاهم روح مولاي منا ولا منا؟ يرحم باباكم يشدي ربي يشدكم ان شاء الله في صحيحتكم، منا. ها دايرين يا راكم ديروا لي هكذا دوك. وانتم اللي نحبكم اكثر على بالك، انتم عزاز عليا، علي ديروا لي هكذا، ومن بعد نوصي نوري ندير لكم فلوطة شيكولا. صح مولاي جايين. ما عليه. مولاي
مولاي راهي فرات، يا قلت لك باللي لا غارونتي عندها عميل، ودوك نسقسيهم قدامك، دوك نشوف إلا فهموا مليح، كل واحد فيهم يعطيني كذبة خفيفة. فارس مولاي راك تشوف في هذا السيف ما كاش حرب ما ربحهاش. فارس دخل السيف بالك جرح روحك. أمرك مولاي. برهان مولاي اسمح لي نهدي لك هذا المجلد هذا بعنوان عظماء الكذب في التاريخ، ويشرفني يا مولاي لو كنت تقراه. تفضل مولاي. شكون اللي كتب هذا الكتاب يا برهان؟ انا يا مولاي. هذا برهان كنت قاعد نستنى فيها من عنده هذا. يا صاحبي راك دوزيتهم لازم غير واحده لازم. زيد شوف لي النوري. النوري مولاي غادي نقلشك، غادي ندير لك فلان ميلك شيك بانان بحلي بسخون، الراس تاعك غادي يطرد مولاي. مالا شوف يا النوري، شت البقراج هذاك اللي شريته من الحبشه، هذاك البقراج تاع المصيبه هذاك؟ نعم. ماذا بيا هذاك تروح ترميه في البحر؟ حاضر مولاي. وين ترميه؟ نرميه في البحر مولاي. النوري قل لي الوزير كيفاش؟ سقسيه انت. الوزير مولاي لو كان يجي لنا مثلا دحمانوس واش نقول له؟ كالعادة يا مولاي نبلعطوه، نسبقوا له بميتين برميل زيت هكذا يرضى علينا، ونقول له الزيت اللي رانا نبعتوها لك بجودة عالية. وراني تفهمت أنا ومولاي عاشور العاشر باش نراقبوا كل المعصرات نتاع المملكة. مولاي دحمانوس الزيت اللي راح توصلك رايحة تكون مضمونة، على خطر أنا بنفسي رايح نراقبها يا مولاي. وش رايك في هذا المعاملة الحسنة دحمانوس؟ شوية ميت دوك نزيدو لك ميت مازال. يا زينة سربي لتاي من القبسة للبرات، يا زينة سربي لتاي مر كيمك يا النوري. يا الزينة ربي للوين؟ بسم الله العظيم الرحمن الرحيم بسم الله العظيم لحاك بسم الله. مسلمين مكتفين يا مسود منين خرجت انتي؟ وعلاش قاع صامتين؟ وعلاش قاع محبيتوش تفهموا اللي هذا يا بقراج سحري مش بقراج متاعتي وزدتي متاعك مر؟ ويا الزينة زيدي سكريه وجيبينا على جديد. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم وانتي شكونك؟ انا؟ أنا الجني سعيد لا فيريتي. لا فيريتي راح نبعثوا لك 200 برميل زيت هدية من عندنا، وباتفاق مع مولاي عاشور راح نسبقوا لك 5000 دينار عاشوري نقصان للديون نتاعنا، وهذا اللي باش نزيدو نجدو العلاقات ما بين المملكتين. انا والجيش تاعي غادي نلقاو طريق جديده ونزيدو في العواد باش الزيت تولي توصلك قبل الوقت وفريشكا ونص و25. واش نقولكم راكم قتلتوني بالقادروس. وكما تقولوا في لغتكم ماشي خساره في الحبابيش. مولاي دحمانوس بالك تقول رانا نكذبوا عليك ولا يجيك التوسويس ولا منا هادي غير لحم من بالك. ها نوري. نعم. روح باش تزيد تطبع هذا الجماعه باش تبهجها باتاي شباب كيما نعرفك ديرو. حاضر مولاي. راك عميتها عمر. يا نوري
يا النوري يا ولد العمريه. آه اش مخبي عليا، ما نكونش انا نوريه بنت علجيه اذا ما نخرجش الديكزا وين هي. سعيد لا فيريتي جاب لي البشاره، واليوم نخرج لك فضايحك بصناره يا النوري. يا النوريه يا اللي عزيز عليا، واش ديري الصينيه ياك دحمانيش راهي يستنى فيا؟ واش راك ديري؟ شويه بخور على العين والحسد. بخور؟ وانت شكون اللي حسدك؟ يا كان انا جبتك وحصلت فيك. الناس كامل بدلت غير انا راني سوفري. سوفري؟ وراني سوفري. واه انت مشي تانية عندي مشي غالية، وعليك بغيت نزيد وحدة تانية وتالتة على شلة والرابعة ياك حلال. وعليا 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 شعمت لي يا سعيد لافريتي، شعمت لي كبسعدك يا نوري، خرجت حقيقتك على ايامي. الرابعة حلال، يحرم جلدك ان شاء الله يا نوري. الله انتوما راكم فور ليكس، عاجبني بزاف. على كل حال يعطيكم صحة على الضيافة، بصح حبيت حاجة نقول لكم ما نقدرش نخبيها في قلبي. أشاك فوا نجي نحاربكم نوجد الجيش، نجي هنايا مش عارف كيفاش تغيطوني، مش عارف شغل تدلكوا لي بالزيت، مش عارف. قلبك أبيض دحمانيش، قلبك أبيض. وعلى هادي أنا عمري ما شكيت في الزيت تاعكم. على كل حال معلو كنت شوية شوية، بصح الزيت تاعكم انا والفتها سيرتو كي ناكلها بالكرميس. مليحه للصدريش. وعلى هذه اللي قبل الدين يعني الديون تاعي تعوضوها بالزيت وشويه دراهم. هاي الهدره، هاي الهدره. ها وجلتاي تاع النوري. اه عاشور انا نوري كي وجد لاتاي تاعكم نحب ونسبل بنين بنين على كل حال، سبتوا مع النعناع عيس. ودي ما كان لنا نعيش لا والو، هاد لاتاي كاع ماشي كيما العاده، لاتاي عيان كاع. نوري واش هاد الهضره؟ هكذا نهضروا مع الضيف؟ كيف هذا جبت لاتاي عيان لدحمانيس؟ زعما انت شي زرعك انت اللي تضل تبيع لها في الزيت مدغوله هو ما جايب خبر، ودي تحاسبني على لاتاي انا. عاشور سمعت مدغوله واش يقول؟ واقيلا قال مقبوله. واه مدغوله هذه حاجه باينه ومن بكري، ونقول لك الصح مولاي دحمانوس. ارقد على ودنيك انت، ارقد، الناس داخله عليك بالطرافيك وانت قاعد تشرك لي في فمك هنا. هلاتي اللي بغى يشرب واللي ما بغاش لا لا شرب. ياك شبكله هذا؟ اسمح لي دحمانوس، نهار اللي ديرو كريتمون ماذا بيك زيبط لي نعطيك السي في ديالي هكذا باش نخدم عندك، واختني من مولاي الله يفتح عليك غادي نكمل معاه. صاي نوري وش بيه؟ هكذا عاشور مخبر. اه 200 برميل بسالف دينار عاشوري طرقان ياك عاشور نعلن عليك الحرب. يا يما اليوم ناخذوا طريحة تاع كلاب، رام واحد 10,000 واحد، شت الكذب تاعك وين يوصل يا الكذباوي؟ عاشور! هاك وجد! اليوم تشبع خاباتوس! اليوم تشل منحوس! ما يخلعكش مولاي، راهم 10 برك! مازال تكذب. يا ربي يا ربي، الله يسلك على خير. سلطان عاشور العاشر العب واربح يوميا هاتف نقال من نوع ايفون 6.
مهدى من طرف الموزع الرسمي أديماك، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: ما هي مهنة صادق الكدباوي؟ يعلم الكاذب، ابعت 1. يحارب الكاذب، ابعت 2. ابعت رسالة SMS على 66020. يتم إعلان اسم الفائز يومياً على الموقع الإلكتروني ashourdis.com. حظ سعيد وصحة رمضانكم مع مغامرة سلطان عاشور العاشر.